أين أنتم منا؟ يا عرب يا مسلمون، هل أنتم نائمون؟ يا عرب يا مسلمون، هل أنتم تفيق بعد؟ يا عرب يا مسلمون، هل تدري ما نفعل البشار بنا؟ قتل شعبنا ودمر بلدنا وشرد أهلنا. يا عرب يا مسلمون، نحن أطفال سوريا، بنعنا الدنيا سرى وبلغت صرخاتنا للسماء، لكنها لم تبلغ آذانكم بعد. يا عرب يا مسلمون، هل يخبركم ما تفعل بشار؟ أبعدني عن بلدي وطردني من بيتي وأقلعني من سرير نومي، سرق مني أحلامي وحرمني أمني وأماني. يا عرب يا مسلمون، بشار كم شردني في الشتات، ومن أفضلي آلام وآخر إن شاء الله. يرجو إلى أن وأمان خير واستقرار وحزب انتصار.